الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم واحد من الناس في رمضان. زي ما احنا متعودين في رمضان كل يوم بننزل نلف في شوارع مصر الجميله، بنقابل الناس الطيبين، العمال الطيبين، الناس المكافحين اللي بيتعبوا وبيعرقوا ويشتغلوا من عرق جبينهم عشان ياكلوا اولادهم لقمه حلال. الحقيقه صباح الخير عليكم جميعا ورمضان كريم ان شاء الله باذن الله رب. عليكم جميعا يا رب ان شاء الله. النهارده زي ما انتم عارفين احنا كل يوم عندنا فقرتين. الفقره الاولانيه احنا بنعملها الحقيقه بنشوف واحنا ماشيين في سكتنا كده العمال الطيبين، اي عامل بيبني بنقف عنده ونتكلم معاه ونطبطب عليه ونقول له الف شكر. ودي الفقره الاولانيه الثابته كل يوم معانا في رمضان، واحنا بقى زي ما بتودينا العربيه كده عربيه واحد من الناس. فيلا بينا النهارده نبدا حلقتنا في واحد من الناس. النهارده عايز خلينا نمشي كده ونشوف كده واحنا ماشيين في السكه كده اي مشروع بيبني اي حاجه. اكتوبر مليانه يا دكتور. طب اطلع على اكتوبر يلا. تفتكر هنلاقي حد شغال دلوقتي؟ اه الناس كلها شغاله يا دكتور، المشاريع بتقف. طب يلا. تعالى نقف عند الحته اللي هناك دي، اظنها انا شايف في عمال بيبنوا هناك وحده سكنيه، شايفها يا احمد دي؟ اه دي ايوه ايوه انا اظن كنت قريت عنها قبل كده. دي بيبنوا هنا اظن 270 عماره سكنيه فيها شقق تقريبا، فيها 5000 شقه اظن، شقق اظن ما بين 115 118 متر حاجه زي كده. واظنهم بيوزعوها يا احمد بالقرعه العلنيه عشان يختاروا الوحدات، وبيسددوا اظن ثمنها مش كاش، اظن بيكون بالقسط يعني 10 تفتكر؟ اه وشايف برضه اظنهم عملوا فيها مساحات واسعه من المسطحات الخضراء وبداوا يسلموا الناس. خلونا طيب نروح هناك ونشوف العمال الموجودين هناك، يلا بينا. ايوه نقف بقى عند المشروع ده مشروع اسكان شباب انا عارفه. بشوفه كتير هنا في اكتوبر يا احمد. خلونا انا شايف في عمال هناك موجودين، تعالى نصبح عليهم يلا. خش لهم كده. ما شاء الله والله في رمضان وفي صباح رمضان يا اخي كل يوم ما شاء الله. الواحد بيفرح والله لما بيلاقي العمال شغالين والله. العامل المصري هو اساس نجاح مصر. إن هو اللي بيبنيها وبيعمرها في كل مكان. من غير العامل مش ممكن تبني حاجة ولا يطلع حاجة ولا تشيد حاجة ولا تعمل حاجة. خش عليهم كده بالراحة كده. السلام عليكم. أنا آسف ممكن أعطلكم 5 دقايق. أنتوا واقفين كده متجمعين بتعملوا إيه؟ السلام عليكم جميعا. اخباركم ايه؟ الحمد لله انت طيب. رمضان كريم عليكم. الله اكرم. السلام عليكم. اتعرف عليكم. مهندس حسام شركه الاقصى المولات. اهلا وسهلا حضرتك. مهندس ماجد الاستشاري مشروع. ايه بقى المشروع ده؟ ده مشروع اسكان متوسط. انا بالصدفه ماشي قدامكم فقلت كده بص لقيت عمال قاعدين، انا قلت في حد بيشتغل في رمضان؟ لا بيشتغلين في رمضان. الحمد لله. وحضرتك؟ المهندس محمد ابو بكر شركه الاقصى. بتشتغل ايه حضرتك؟ انا مدير المشروع. يعني مدير المشروع. ايه بقى المشروع ده عباره عن ايه؟ ده مشروع سكن مصر. ما شاء الله ده العمال كلهم هنا ما شاء الله. وحضرتك؟ مهندس محمد عكاشه استشاري جامعه الزقازيق مركز بحوث شرائط الفنيه كليه هندسه جامعه الزقازيق. حضرتك؟ مهندس محمد غانم من جامعه الزقازيق استشاري. اهلا وسهلا حضرتك. مهندس احمد عباس استشاري جامعه الزقازيق. ايه حاجه جميله المهندسين الشباب دول. حضرتك؟ مهندس محمد احمد السيد مهندس استشاري كهرباء. حضرتك؟ مهندس محمد عبد الفتاح مهندس استشاري. اهلا وسهلا حضرتك. مهندس محمود جميل مهندس مدير تنفيذ شركه الاقصى. وحضرتك؟ مهندس يوسف مصطفى الاستشاري. اهلا وسهلا. اهلا صباح الفل. ايه ده ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ رمضان كريم عليكم، كل سنه طيبين. تعرف عليك هاني جميل مشرف مدني فن. مشرف مدني. اهلا وسهلا. تعال يا حبيبي اسمك ايه؟ ممدوح حسني يوسف. ممدوح انت بتشتغل ايه؟ من باد محاره. ما شاء الله ربنا يوفقك. وحضرتك من ايه؟ حكيم عبد الحميد. من اسيوط. من اسيوط. بتشتغل ايه؟ شغال عامل. وحضرتك؟ استاذ عمرو حسن محمد محمود باد محاره. وحضرتك؟ محمد رمضان السيد شحاته.
تشتغل ايه محمد؟ محمد شغال مبيض محار. منين؟ من سواد مركز لحظة. حسام عبد المبدي حمدان من مجنة. تشتغل ايه؟ عامل. ما شاء الله. وحضرتك؟ عبد الحميد عبد الحميد من اسيوط، مبيض محار. مبيض محار، اهلا وسهلا. اسيوط احسن ناس. وحضرتك؟ كريم محمد من سواق مبيض محار. اهلا وسهلا. سواق الصعايدة كلها، اهلا وسهلا. محمد فرج احمد من جنة. غفير. الله الله، ده في هنا ده انا شايف هنا الصعيد السيطر. طيبين. وحضرتك؟ سيد. منين يا سيد؟ سواق. اشتغل ايه؟ مبيض محار. وحضرتك؟ مبيض محار. اسمك ايه؟ محمد رمضان السيد. منين؟ من سواق مركز لحظة. وحضرتك؟ حسن دماء. صهاء. منين؟ صهاء. اهلا وسهلا. صالحين محمد محمود من صهاء. اهلا وسهلا. علي منصور. منين؟ من صهاء. من سوهاج. مندور حسن يوسف من صهاء. اشتغل ايه؟ مبيض محار. ما شاء الله. بحضرتك؟ عمر عيد من سوهاج. ماشي. بتشتغل ايه يا عمر؟ عامل محار. ما شاء الله، تعالى جميل. مصطفى بايع. منين ده؟ من سوهاج يا باشا. اشتغل ايه؟ مبيض محار حضرتك. اه. بحضرتك؟ محمد محمود مبيض محار. منين؟ من سوهاج. منين؟ سؤال. اسم حضرتك ايه؟ محمد. شغال مبيض محار. ما شاء الله. انتوا كلكم بقى بتبنوا المشروع ده؟ ايوه. ورمضان شغل عادي؟ ربنا معاك. الصيام. اه شهر رمضان. الحمد لله. ما شاء الله. وبيجوا الصبح الساعه كام بتشتغلوا؟ بنصحى 6 كده يا ريس. 6 الصبح؟ اه 6 الصبح. وممكن برضه يعني تصلي الفجر بقى وتقوم تشتغل. الفجر ونطلع الساعه 6 ممكن نشتغل. اه بس ده يومك، ده انت صيامك يوم طويل. الحمد لله بقى. يعني الساعه 1 كده يخلص. مبسوطين؟ الحمد لله مبسوطين. انتوا بتعملوا هنا مشروع ايه؟ مشروع اجتماع اسكان. اسكان. مشروع اجتماع اسكان. حلو الشقه هنا؟ حلو حلو. جميله جميله جدا. جميله جدا الشقه هنا. وانتوا بقى بترجعوا بمحافظاتكم امتى بقى؟ ولا بتفطروا فين؟ 25 رمضان كده بنروح البلد الصعيد صحيح. لكن بتفطروا هنا فين بقى كل يوم؟ في السكن هنا. مع بعض كده. طب والله يا اخي الفطار الجماعي ده فطار حلو برضه. خلاص عازمينك النهارده احنا ان شاء الله. انا افطر معاك. اتشرف. ده انا شرف يا ريس. حضرتك تفضل معانا بقى نفطرك معانا النهارده. يا سلام، ده انا ازداد شرف والله. طب انا هقول لكم حاجه لطيفه. انا بتعاوز واحد من الناس في رمضان، بلف كده وبشوف مين اللي بيشتغل في رمضان. فلقيتكم ما شاء الله كلكم كده متجمعين كده، فانا قلت اعدي عليكم اقول لكم رسالة طيبين. فانا قلت ايه يعني نقعد نتسلى مع بعض كده 10 دقايق بعد اذن المهندسين، مش هعطلهم هم بالظبط 10 دقايق. هسالكم اسئله وفي جوائز ماليه، ايه رايكم؟ ماشي. ها آه. اتفضل يا باشا. ماشي تمام. ماشي ماشي. اتفضل يا باشا. ماشي. طيب مين مرضعة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ السيده سعديه. حليمه السعديه رضي الله عنها. سيده حليمه السعديه. اكيد اكيد اكيد. متأكدين؟ متأكدين. أنت متأكد؟ أكيد. أكيد؟ أكيد. عليه الصلاة والسلام. طيب يا سيدي، السيدة حليمة السعدية فعلا هي مرضعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة والدته آمنة بنته. والجائزة الأولى معانا النهاردة مبلغ 5000 جنيه عشان أنتوا الاثنين، قلتوا أنتوا الاثنين هتاخدوهم أنتوا الاثنين. ماشي؟ كل سنة وأنتوا طيبين. طيب. السؤال الثاني، بما ان احنا شغالين في المعمار، ايه الحاجه اللي بتستخدموها وانتوا شغالين في المعمار وما بتمشيش غير لما تتضرب؟ البرمه. ها. اسمنت. ها. الميه طبعا. ها. نحات التكسير. ها. التكسير. حاجه ما بتتحركش غير لما تتخبط على راسها. مسمار. أيوة. مسمار النحات. مسمار النحات. مسمار. مسمار. لما قلت تخبط على راسي عرفت مسمار. طب بصوا بقى، هم دولت 3000 جنيه توزعوهم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. طب انا هسال تاني، لسه هسال تاني. اسال. تعالوا. سؤال سهل بس. عايز سؤال سهل. طب انتوا بتشوفوا مسلسلات في رمضان؟ مسلسلات في رمضان. طب في مسلسل احنا بنذيعه في قناة الحياة اسمه المعلم، بطولة مين؟ مصطفى شعبان. مين مصطفى شعبان؟ تعالى. مصطفى شعبان. مبروك عليك 2000 جنيه الجايزة التالتة. كل سنة طيبين. عطلناكم شوية بس احنا سعداء بيكم وفخورين بان عندنا عمال جمال زيكم. ربنا يكرمكم ويوفقكم ويحفظكم ويخليكم لمصر، لأنه من غيركم مصر مش ممكن تبني. مين اللي يبني الحاجات دي كلها غير العمال؟ صح؟ لازم تكونوا فخورين بنفسكم، ولازم كل واحد من أهاليهم وهو بيشوفني دلوقتي يعرف
ان اللي ابنه بيشتغل عامل وصانع وفلاح هو فعلا الباني الحقيقي لمصر الجميلة الجديدة ان شاء الله بإذن الله. اشوفكم على خير. عايزين مني حاجة؟ السلام عليكم. رمضان كريم عليكم جميعا. اشكركم جدا. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. وشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. زي ما شفنا حاجة جميلة جدا. بيبنوا مشروع جميل لإسكان الشباب. 5000 وحدة سكنية لكن كلهم نشاط، كلهم حيوية، كلهم حابين شغلهم. هو ده العمل المصري اللي أنا بنزله ومعايا فريق عمل واحد من الناس عشان نقول له شكرا كتر خيرك.